لا عظيم، يعني انت ما مدعو ولا انا ولا الاستاذ نجيب ولا الكريمه سراب، وهنا الاستاذ شهاب وحرم المصون العزيزه وهيبه، يعني مع حبي واحترامي وتقديري فضوليين. العفو عيدها، فضوليين حبيبي. رائع حبيبي، انت رائع بالاستعارات اللفظيه اللي اثبتت انه جنابك طامع. احنا عائله بيت وفضوليين لان بيتنا ومصلحتنا. ما تقول لي انت شنو مصلحتك يا من خشيت عقل انسانه مسكينه ومحبطه ودقيت ركائزك الكونكريتيه، مصلحتك بالكلام شنو؟ قبلناك بالقعده اهلا وسهلا، صرت الزوج الكريم البنت الخاله اللي اختارت ونعم ما اختارت على عيننا وعلى راسنا. اما ان تجي وتخش بخصوصيتنا وتبوقنا عينك عينك فهذا عيب عيب عيب. البال. او هذا اللي يسموه مخبال يا معود، الغصن الوحيد العايب بهالشجره العظيمه. لا والله، اذا اكو غصن صاحي بهاي الشجره المعيبه فهو هذا باربع عيون. يلا يلا منيره، يلا نصار، يلا بس عاد روح هذيك الغرفه وقعد تفقد وكل واحده تاخذ حقها. بس هاي القسمه ما تاكل. لا ابو ندى، تاكل وتشرب وراح تشوف. يما انت عاقله وفاهمه وعلمتينا على الصبر، مو هالشكل. شو تريد تقول يما؟ يما يعني شوف رق، لو ننتظر المحامي يومين ثلاثة لما يقول رأيه. محامي؟ يا ناس، ذني خوات، ذني مو شرايج، ذني مو ضراير، ذني بنات تشرخشي وملك تشرخشي الهن والولدهن، شكو فرق إذا زاد هالمبلغ على هذا؟ أنت عندك أربع أبناء، افترض بعت العمارة بالسعر الفلاني، أم جميل باعت الجراج بأضعاف سعر العمارة، وهي عندها ولد اثنين سراب وجميل. ما تتصور حصص ولدها راح تصير أضعاف حصص ولدك؟ هذا الكلام الأصيل من الرجل الأصيل. أنا هسه أعلنها أمام الملأ وأتحمل النتائج، وش ما يصير خلي يصير. الناس اللي إذا تركض ورا قسمة النسوان ناس إلها مصالح إلها غايات. نكملي؟ أنا أبوك اللي مصلحة شخصية ببرث أمك؟ معقولة؟ أنت يابا، أصلاً إذا أكو واحد يحافظ على ورث أمي فهو أنت. تفضلوا آتي، تفضلوا، هذا شاهد من ولدي. اقعدي بنتي اقعدي. هاي بنتي المسكينة اللي تحملت من ضيم ما تحملت بزواج لا نفعها ولا طورها ولا طور حياتها. شنو هالحكي يا أبو نجيب؟ هاي أبداً ما مقبولة منك. قولي قابلها لي عرتت بيكم؟ اللي هو اللي عرت بس بالملابس؟ ما تعرتت بيها لما خليتها حال ضيم حالها. شهوبي أظن 50 يلا تلمني وراك. طبعاً أبني شهوبي، أنت ما عليك مالك شغلة، عليك الحق يجيك ترشي بين مرتك. أنت ما عليك، إيش عندي غير وهيبة؟ وهيبة ورجلها لازمين لزمة قوية على عاصي وخانقي. لا والله أنت شو زايدون؟ شو أشوف؟ مدة تباعين؟ باعي أشوف يوم تهالك على العمارة؟ باب العمارة اللي بيها نص والبيت يمل. بكم احكيش فهمتيك. ماما ماما بصراحة تراني اشوف احنا نطلع مغلوبين ومغدورين بهالتوزيع وبهالقسمة. اي فاذا اردتي تتراضين ويا خالاتي فاقبلي بربع من العمارة وربع من الجراج والبيتين. هذا خوش حكي. طبعا خوش حكي، احنا نعرف ندافع عن حقوقنا. منيرة روحي فالج، هذا اتفاق ما بيه مغدورية. لا هواية ما بيها مغدورية. بنت نداوي فوتي سوي لنا دارسين حتى بلكي يبس الصدور يخفف رمي الحجار اللي ما راح يفلش غير روسنا وبس. ها شاهين، حكاية بنتي خوش حكاية. منيرة انت اختي دمي ولحمي، تسوميني على مود وسخ دنيا، تبيعيني على مود كوم حجار. بس عاد مو المو شنو منيرة، شوفي وحق هاي الليلة حرام كان لساني يدق على لسانك، وحرام كان تشوفيني اليوم القيامة إذا نكدت عهدك وياي. شو القضية؟ شو تقول الناس علينا؟ وأنا همينة سالفة الجراج راح تخليني أعرف. بابا تشرخشي وماما رسلية خاتون، أني بتهم لولا وأنتن خواتي لولا. يلا خواتي يلا.
علي ما راح يخضمني بس هالنفخة الكاذبة والبرجوازية أمي وخالاتي. لا يصورون لي لسه هم بزمن الفاشوات وبزمن الخواتيم. بابا هذا وقت تولى وراح. هلا رداوي شلونك؟ احسن منك فعلا. خياط راسك شلونه؟ لا هالمره ماخذ الحذر. اي بس اني رد السماحك. ليش ابا قابل الان شو سويت لك؟ اني دا اتعذب نداوي دا اتعذب. جميل، ليش عفت الجماعه واجيت لهنا؟ اشعر ذنبي مغطيني. شو دا اقول لك جميل؟ اني انسانه فقيره، يعني ما عندي لا ملوك ولا ارث ولا اي شيء اخر. ومنو قال لك اني دا احس بهذا الحساب؟ زين، اذا بهالحاله هذه افضل ان ترجع وتقعد ويا الجماعه. زين، اذا خطبك ترضين بيه؟ ليش يابا؟ ماكو رياجيل. هاي شنو؟ هسه هي غلطه واني دا اعتذر. اقول لك نداوي، اني راح اصير ابو زنقنه. يا معود، انت كل شيء ما تصير، انت لا الفقر يغيرك ولا الزنقنه. تعرف ليش؟ لان انت اساسا انسان سيء. كمال عيني ساعدني عافيه. ايش بيك واقف؟ كان ساعدته. يلا هسه. اني خواتي شرايده. اشو الحمد لله والشكر كبرنا وراحت علينا. قابل نتزوج ونبني بيوت من جديد. اشو كل الولدنا. شفتي؟ لعد شنو المانع ما نتكاتب؟ نتكاتب منيرة نتكاتب، بس اريد بلسان كل وحدة من عندنا وقدام الشهود تقول يا فلانة انا وهبتك فلان شي وانت فلانة وهبتك فلان شي. انا ادري هسه منيرة اختي تقول ويا نفسها خواتي راح يطلعن باكبر الحصاص واني بطرق البيتين، بس اقول نتكاتب على الفرق احسن. زين والبيع؟ غير ايد امينة هي اللي تبيع حتى نعرف ذاك الوقت إيش قد أكو فروقات بين قيمة العمارة والقراج والبيتين، وشكو فلس زايد يتقسم على الكل. ترى أنا ما أريد حصتي أقل من أي وحدة من عتشن. هذا حل مقبول. زين والمحامي؟ المحامي أنا كلفته يطلع لجنة التقدير، واللجنة طلعت وقدرت وراح نقعد وياهم ونتفاهم. أنت نيجي شن الصافح بيبات ورياجلنا. رياجينا حتى لا واحد ياكل الاخ ويصير ما يصير، ونقول لهم احنا اتفقنا هالشكل. العماره البسعاد، والقراج الانصاف، واني الي البيتين. بس احنا ما نتصرف بهالشي الا لما المحامي يقول هذا ثمنهن. ذاك الوقت رياجينا راح يعرفون اكو فروقات بين ثمنهن، وراح يعوفوها لجنه التصفيه اول وتالي. على ويش نضم عليهم؟ بعد شلون؟ نخلي رياجينا يتعاركون والولد كل من يريد لحصة. يعني اني هسه اقول للعاصي العماره صارت النا؟ قولي له خلي يفرحها كم يوم، شكوا بيها واذا طلعت قيمتها تتناسب ويا البيوت تبقى الكم. زين واحنا؟ انتوا الكم الجراج واني الي البيتين، بس ما نتصرف الا لما المحامي يقول هذا ثمنهن. هاي العد ما سوينا فتشي. لا سوينا، راح نوقف قدام رياجينا وقدام ولدنا ونقول لهم يا فلان الك فلان شي ويا فلان الك فلان شي وانت فلان هذا حقك، بس احنا ما نتصرف الا لما المحامي يقول هذا ثمنهن. ذاك الوقت ما حد يصيح ولا حد يتعارك. نعم. انت اخو ما زعلت من حكي؟ لا يا ابوي، احنا اهل وطلع وتوريث واحد يتحمل الاخ. ترى المعيار موجوده ابو نجيب. ندى
هسه ما يصير نتفاهم نداوي. أنا يصعب علي زعلك وتهون علي السعادة بلياك. أنت إلى متى راح تبقى تغشم نفسك؟ أعتبريني بحالة يقظة هسه، واحد نايم وفز غافل وانتبه على دنياته. أنا ما أعيش على الفزات، ما ذوب عمري كله مثل الشمعة حتى يفز واحد على رجله دايسة على ثوبي لمدة 12 سنة ويقول لي عفواً. أنت من حقك كل شيء، أنا فد واحد مغرور، يمكن بعامل الدراسة وحبه للمعدلات اللي دفعتني للبعثة نسيت كل شيء حولي، عواطفي ترسبت جمدت ندى، بس هذا مو ذنبي، أنا طموح. هذا حقك. زين وهسه أنا أريدش قوة يا ندى. لا ما تريدني قوة، تريدني حاشية مؤقتة لطموحك، تريد تستغل عواطفي لمشاعرك المزيفة، تريدني أدفع من جديد، أدفع ثمن تكفيرك وإحساسك بالإثم. نزار كافي عد، اطمئن، أنا كل شيء ما رأيت من عندك. معقولة؟ معقولة ندى هلقت حاقدة علي وأنا اللي أحبك سنين طويلة؟ من غضبي على نفسي كنت مثل السفينة مغرورة بشراعها وناسي الصخور اللي حولها، أما هسه كافي عد، أريد أتحرر من عدكم، أريد أخلص، كافي. خير ان شاء الله. ان شاء الله. هايوم بشري صار شو ما صار؟ ابني اتفقنا علي يرضي الله ويرضينا كلنا. زين خاله بتخوي المن؟ ابني احنا امهات الورث اتفقنا هالشكل، حكي زايد ما نريد، كلام منا ما نريد. تفضلي ام نزار احكي. ياخذ كل واحد اللي بنفسه ياخذه على اساس القسمه العدل بين الجميع. ادري شلون يصير؟ قابل هو شطو يا اهلي يجي يغرف منه غرفة؟ ابني القضية اللي يريد الجراج ياخذ الجراج، واللي يريد العمارة ياخذ العمارة، واللي يريد البيتين ياخذ البيتين، بس بشرط بالبيع شكو فرق بين العمارة او الجراج او البيتين يتوزع على الجميع بالتساوي. اي هذا حل منطقي وسليم 100%، هو هذا هدفنا. بارك الله بيك يا بنات عبد الرحمن الشرختي. ما مات عبد الرحمن. نجي شنو الموضوع؟ اشو دا احس هاي الشغله اجتني مثل الضربه. سراب هذا كلام على لسانهم، وما اعتقد احد يبيع من دون باقي الاطراف. عيني احنا اللي نريده حقوق متعادله. الله يهديكم. يهديهم شلون عمو؟ يهديهم شلون؟ هم بهالتوزيع مشوا عكس المطلوب، يعني لغوا دور المحامي ودور المحاكم، لغوا حتى وصيه المرحوم. بالضبط ابني كمان. لا 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 هذا توزيع باطل تماما. هذا خلصنا منه، خلونا هسه بغير موضوع. خلصنا شلون يا خالة؟ خلصنا شلون؟ هذا حجي منك؟ كمان اسكت، انت ما الك حق تتكلم. اسكت كمان، احترم. احنا موافقات واحنا المتفقات، وخلونا على حب الله عايشين وعلى خوتنا ماشيين، وما نريد طرف رابع يتدخل بيناتنا، وسدوا كل شي بالله. تحت. إيه بس لازم دكتور عزمي نشوفه. إيه بس هسه بيع ما. لا بس نشوفه ونطمنه ونخلي باله يرتاح. إيه ما في شيء. طمنه وشوفه وخلي باله يرتاح. لا 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 أنت هسه تلزمين تلفون وتخابريه وتقولي له العمارة صارت لنا وحق التصرف بيدينا. لا لا حق التصرف لا، بس إذا تريد أخابر اليوم ماكو معي. يوم هسه اتوكل على الله واشوف الشريكي. تشوفه تحكي وياه انت حر، بس بيع شراء تاجير لا ابو هسه. المهم القرار صار انه المهم احنا يوم لازم نتصرف. ايش تصرف؟ يعني نجيب اجهزه نهد الحيطان الجانبيه، لازم نحورها يوم. لا تستعجل جميل، خلينا نتكاتب اول مره. هسه عود بعدين تكاتبوا. عم في وين عيش؟ ولو انا ما راضي على القسمه بس اقدر اضمن البيتين. خلاص اطمئن ان
يعني نقدر نشيل الاثيث الصراف؟ يعني يصير شيء اذا تعطونا مهله اسبوع شوي ما زين؟ لا لا لا، بس انا اقول يعني ضروري اكو